في امل؟ هل في امل في الحياه؟ في امل دائما بغض النظر عن القرب، يعني ما اتكلم عن شريك الحياه بس، يعني طبعا هل في امل بالنسبه لكم انتم انه أنا ممكن لاحلامكم لاشياء في امل عندكم هذا الامل ولا تحسون لا؟ ايش الامل عندك استاذ حمد؟ ما هو ما الامل؟ اوبس اوكي انت معاهم. والله يعني بصراحه مو كلام انشائي، بس ما شنو الحياه من غير امل يعني؟ الله والله العظيم يعني اوكي صارت قدامك عائق، صارت قدامك امور ممكن توقف حياتك تشلها لاشهر او لايام او لسنين مثلا، وبعدين في امل. السهل الممتنع. صح. عندي قناعه وحكمه دائما امشي عليها، دام الله موجود لا نقول الامل مفقود. طبعا. والنعم بالله، وان شاء الله دائما امالنا كلها تتحقق وامل كل الناس اللي حوالينا يا رب العالمين. طيب خالد، ها وش عندك من سالفه؟ انا عندي سواليف واجده بصراحه. اي مثل ايش؟ عندي سواليف يعني ابي اسمع من مهند بصراحه، لاني ما سمعت منه بصراحه عن الامل والاسئله والاشياء هذه. عن الامل. ايوه حنان. لا لا سخيف. امزح بس انه لا بالعكس في فري. مثل ما قال ما اقدر ازود، ما ابغى اتفلسف اسوي موتيفيشن واتفلسف، بس انه اذا ما في امل من جد يعني راح اموت، لانه هذا الشيء الوحيد اللي يخليني يعني سيرفايفر في الحياه، انه يمكن ان شاء الله يمكن تسوي اللي تبيه. فبالعكس هذا احسن شيء بحياتي يمكن. الله عليك.